أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، دل على أنهما موجودتان وأن هذا الحر وهذا البرد هو من النار والعياذ بالله.